معكم دقيقتين تتخبوا وين ما بدكم بالبيت. يلا. جاهزين؟ يلا. يا سبعة واحد ما حتلاقينا. ثلاثة أربعة 29 30 31. ميلا وين رحتي؟ وين رحتي؟ استني انا خرجتك يا خبال. انا خبأت كرسيتي. ورجيني ورجيني وين تخبيتي؟ فورا لقيتي محل. ميالك تعي تعي انا لقيلك محل احسن هون بشوفك. اوه الجو جميل كثير اليوم. 52 53. شوفي ميلا طلع هدول وتخبى بالسلة. وليه شكلك عندك فكرة فاشلة؟ يلا تخلي تخلي تخبي تخبي تخبي. واو والله ما بقيت مبينة. شوفي ما بقيت مبينة ميلا. هلا اهم شيء عرفت انه ما حيتخبوا بالحديقة هون، بما انه انا بالحديقة وما حدا طلع لعندي فخلص. يلا نروح نتخبى انا وميلا. اوكي؟ انت بس تسمعي بابا اجا وحطي راسك. اوكي؟ يلا باي. وين نروح؟ وين نتخبى؟ وقفي هير. اوكي؟ ولي ولي يا جماعة شلون بدي سكر الباب من جوا؟ صعب بلو مسك طلع. وين حيتخبوا يعني؟ ما انا عامل البيت نقطة نقطة بايدي يعني، وين حيتخبوا؟ أربعة ثلاثة اثنين بلشت راح دور عليكم. يا الله بسم الله. جبت لنا بقى هاي اللعبة عشان تلتها فيها وما تطلع صوت. اختي اختي العبي بقى. البيت ما فيه ولا صوت، كأنه طلع برا البيت، بس الشرط كان جوا البيت، ما بعرف إذا تخبوا مع بعض ولا لا. خلينا نشوف هون غرفة القعدة والمطبخ. أكيد متخبيين مناطق سهلة. هون هون ما في شيء. هون هون بالمطبخ ما في شيء أبدا. معقول بقلب الخزانة؟ مستحيل. هون ما في شيء. بالزوايا ما في شيء. ما في حدا هون. طيب خليني أطلع لفوق ونشوف فوق إذا في حدا. والله غرفة رولا فيها كثير اماكن تخباية. هوب ما في. تخيلوا عم يطلع فوق على الدرج عم بسمع دعسات اجري. ما في صوت. ما في. انا توقعت برا تطلع اصوات تكشف لرولا، بس ما في اصوات بالبيت ابدا. ليه انت عم تسمع القعدة هون؟ المكان ضيق كثير. بس منيح بسعنا انا وبيلا. خليني اورجيكم وين انا. شوفوا قاعدة بين المونة واشياء المطبخ. هون هذا كله رفوف. اوكي هي غرفة رولا ما في حدا ابدا. شوف هون غرفة ميلا اذا فيها حدا. غرفتهم فاضية تحت التخت. ما في شيء على بالالعاب. او ماي جاد وين اختفوا؟ عندنا هاي المساحة. شوفوا هون في اغراض المطبخ. لا مستحيل. هاي الغرفة صغيرة ما اتوقع هون حدا يتخبى. هذا انت هون؟ انت تخبيتي هون؟ او ماي جاد شو نسيتي هون؟ يا الله يمكن لقط ميلا وليه بده يدور علينا وانا عم بيسألها وين ماما وبيرلا؟ قولي بس ما تفسد. انا كنت خالي. كنتي لحالك؟ ماما وبيرلا وين راحوا؟ ما بتعرفي؟ تعي فوق 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 يمكن فوق. والله اكيد فوق فوق غرفة النوم تخبوا تحت التخت على الاغلب. شوف هون. اه ما في شيء تحت التخت. هون زوايا. لا 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 وين راحت ماما؟ هون مستحيل تدخل. هون مستودعات مليانه. احلى شيء انه بيرلا التهت بالضوء وما عم بتطلع ولا صوت من كثر ما حبته. والله كانت احلى فكره. بدهم يجوا لهون. بدهم يجوا لهون. عم ينزل على الدرج. انا طلعت هون طلعت بس ما في حدا. ما لقيتها. تعي تعي نشوف هون. هون والله ما خطر لي تكوني هون. انا قلت مستحيل توسعي هون لانه بعرف مليانه اغراض. وين؟ وسعنا هون انا وبيرلا. ما كنت قريب يا حبيبي. ما عرفت طلع صوت انتهيت بالضوء جبت لها اياه وما كانت عم تطلع. اوه ماي جاد والله مخبأك خطير. والله مخبأ حلو بس انا شخصين فيه. واو بس وجعتني اجري من القعده شو لقيت لميلا؟ دخلت على الغرفة عم صارت تضحك. شو؟ شو؟ يوتيوبرة مستقبلية. صوري؟ والله انك شجاعة، كيف قدرتي تخلي بيرلا ما تطلع صوت؟ أنا معتمد على هالنقطة.
شوف انا جبت لها لعبه البابيت، انت بتلعب فيها من شان ما تطلع صوت. هي صارت تلعب بالضوء. واو. يعني الخطه مشت عكس الماني متخيله، بس زبطت يعني. والله كفو اكثر من 7 دقائق تطلع عند لفوق عم بسمع دعساتك، حسيت حالي مثل الحرامي اللي متخبي جيك عم يطلع حسابك. هيك والله عم تطلع كسرت الدرج فينا مثل الفيل. ما شاء الله عليك. على فكره ما خلص الفيديو يا جماعه، عندي انت فيجي. ها انت بدك تعدي ونحن نتخبى. اوكي يلا جاهزين. معناتها انا رح اكون مع ميلا ندور عليكم. انت وين انت فوق انا كمان. بتقدري تلاقيني اذا تخبيت؟ انت بدك لحالك؟ اوه ما بدي يعني ما بدك بدها لحالها. لا 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 ما بصير هون. تعي 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 انا بحكي لك وين توقفي وتعدي. تعي تعي يلا بلشت 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 يلا تعي تعي. اوكي ورا باب غرفة رولا هون. لازم تدوري على بابا هلا. بس اول شيء ما شفتينا صح؟ يلا دوري على بابا. روحي دوري عليه. تعي وين بابا؟ لا عرفتي بابا؟ لا جوز يكون بالحمام. لا ندخل الحمام لازم فوق. وين مانو؟ تحت التخت. اوف مانو تحت التخت. شفتني بهلا شفتني بهلا. والله هلا شكله تخبى بمحل كثير منيح. حسام دخلونا. يا مكبر لولا انت كيف كيف فرمت. او ماي جاد او ماي جاد. لا شافتني شافتني والله فعلا لقطتك. مين لقيتيني؟ والله بتشم ريحتك فورا. طبعاً أكثر وحدة شكلها بهاللعبة. هي الحالة اجت لو على عندك؟ حالة بيكابو. شكلها مع ضوء كشاف بالحيطان هذا اللي بيلقط. والله هذا الضوء هو السر. بيكابو. شوفي سعادة ميلا وبيرلا بتحدي اليوم. شايفة لعبة اليوم؟ أكثر لعبة سعادة. المهم رولا هلا شو؟ هلا دوري أنا بدي ألاقيكم. لا دور ناكل. شو ناكل؟ والله ما توقعت تطلع فيني انتي اكو عبي بطني لانه بتعرفي شو انتي مكان مخبأ. والله $1000 بدي اعطيكي اذا لقيتيني. $1000 ها؟ $1000 مخبأ جوا البيت. انا كثير شاطرة بهاللعبة. المهم هلا انا خايف من شغلة اذا تخبيت رولا تطول ساعتين ما تلاقيني، لانه حرفيا ما حاطلع لتلاقيني. بلاقيك بخمس دقايق. المهم لازم اكل حتى ما نموت من الجوع، لازم نطلع نشتري اكل. موت من الجوع. ارحمنا. ميلا انتي جوعانة كمان صح؟ لا انا ما بتعرفي بطوني لا. اوف اكلت كم مرتب. طيب نسال بيرلا جوعانه؟ لا يلا تفضلي. لوين؟ نشتري اغراض. بدك شو تطبخي؟ احسن نشتري اغراضك. ترى انا معصب كثير من رولا، انا بدي مقلوبه. وانا بدي كبسه. تعال نلعب حجر ورق بقص، واللي بيربح بنعمل له اكلته. طيب يلا. موافق؟ حجر ورق بقص. حجر ورق بقص. الربح على ثالث وحده. لا لازم ما قلتي هيك. جيب سكور ثلاثه. انا قلت 1-0 معروفه هيك. لا بس يلا معلش. 1-2-3 2-0 يلا اللي بعده. يلا يلا 1-2-3 1-2-3 3-0 ثلاث مرات ربحت عليك. حسام اخر ثلاثه. والله كنت انتصرتي علي على لحظه. رولا علقت رولا علقت علقت علقت. شو علقت؟ شنطتي. جبتي العيد والبندوره بالطماطم واكل ارض. اوكي هلا جينا من برا ورولا ما شاء الله انطلقت هون بقصصها واجراءات الطبخ. سوي لك الرز. تسوي لي الرز؟ الله يعطيك العافيه. الروايح يا جماعه ما بدي احكي لكم. وهي اللحمه هون، وهون في بالفرن الباذنجان. الامور كلها ماشيه على قدم وساق. المهم مقلوبه. المهم خسرتي 3-0. ورولا هون نازله تصوير على السناب شات عم تصور لكم طريقتها، وكثير عم بيصير احداث وراء الكواليس،
وقصص مع البنات ومعي، فعنتم تروحوا اشتركوا بسنابها لانه عم بروح عليكم كثير. على فكره كل طبخه بعملها كل يوم عم بصور لكم اياها على سناب شات، كل شيء يوميات تسوق كل شيء. فعلى سناب يومياتنا بشكل عام بتشوفوها هني، فروحوا اشتركوا بسنابي بكون عندكم فرصه تربحوا ايفون لانه كل فتره في مسابقه ايفون. على طول في توزيع ايفونات ومسابقات عن جد بتجنن وهدايا، فروحوا اشتركوا هني. تعي شوفي بابا بده يقلب لنا الطنجرة. تعي مين بده يقلب الطنجرة؟ امبيلا امبيلا. والله ميلتها شكلك ميلتها. نعست ليكون؟ قالت لي استنى خمس دقايق. العين صاروا لها. انا بدي استنى خمس دقايق. طيب يلا على مسؤوليتك. هي لازم تبرد شوي عشان الرز يتماسك. صحيح هي ليش ما عملتيها بطنجرتك جديدة؟ ايه والله صحيح. لا لانه في سبب اقول لك ليش. ليش؟ لانه هاي الطنجره انا دوما يعني بعملها فيها، فخفت اغير الطنجره تقوم ما تطلع معي قالب. المقدار يعني هلا شوفوا هون اللوز حطيته بطناجر جدد، بس هاي خفت انه ما يطلع القالب مزبوط. واو والله قالب. شوف ما شاء الله. يومي يلا تفضلوا. شلون ما في رز؟ ما في رز؟ الرز جواتها. الجولة الثالثة اللي حسام تحداني قال بألف دولار. بألف دولار بس تلاقيني خلال 10 دقايق. اوكي اوكي موافقة. يلا معكم نص دقيقة بتخبوا فيها. اعطيتك دقيقتين انا ما بطلع. اعطيتني دقيقتين؟ اعطيتك دقيقتين. طب يلا معكم دقيقتين تتخبوا فيها. واحد ثاني برا برا برا. انت استنيتنا هون؟ لا طلعت لبرا والله. والله قول والله. بده يعني يستنى برا على اساس ما مبين انه طلعوا لفوق. تعي تعي معي تعي تخبي ورا الباب هون. اوكي وين بدك تخبي؟ تحت الطاولة. اوكي تخبي هون تحت الطاولة هون. نقعد هون بهالقعدة الحلوة دقيقتين. شايفين ما احلى هالقعدة هون. طقس اليوم بجنن. دفى مع هوايات باردة، هذا هو الطقس اللي بحبه. استنوا هون لا تطلعوا لا تجي ماما. اوكي خليكم متخبيين كويس. اوكي ما تطلعوا صوت. اوكي وانا هلا طالع لفوق على الطابق الثاني لنشوف وين حيتخبى حسام. وين قولكم؟ عم حاول خمن يعني في محل براسي. هلا بس اطلع بدي شيك عليه. اوكي هلا طلعت الخزانه وحادخل ان شاء الله الحق قبل ما تجي. ما بعرف كيف حرجع الخزانه بصراحه. وهيك صار دقيقتين خلص صار بدي فوت. حاجتهم اخذوا وقتهم وزياده. يا ويلك يا حسام والله رح اقلقطك والله. تعال نشوف اول شيء. هيك نشيك على الطابق الارضي بسرعه. عم اقدر اسكر الخزانه مني. سكرتها تقريبا. شوف تلاقي شوي كشفوا المكان وما في فرشه في امور. يمكن هلا عم يطلعوا لفوق. يلا اطلع لفوق لانه على الاغلب فوق. على الاغلب دليني دليني وينه؟ تعي شوفوا تعي شوفوا. تعي استني استني هي ام ورا المراية هون متخبي. لا ما بيساعهم. بالخزانة افتحي الخزانة. لا ما في حدا. شوف الحمام. استني استني شوف الحمام. ما في شيء بالحمام. والله البنات عم بيقشروا لفوق. معناتها هو فوق. هو فوق صح بيرلا؟ ماما مش فوق. لا ما انا فوق؟ لا استني انا بدي اشوف. خلص ما بتسع يا حسام تحت التخت. ما بتسع. وينه مي بيلا وينه؟ ساعدوني وينه؟ احد الاماكن اللي انا كنت حاططها بالليستا هي هون بالزولدر. اطلع يا حسام اطلع. الحين نشوف. ما في حدا؟ ايه كله صناديق. ايوه بابا بابا خطفه. خذ بابا. بابا ضاع؟ ايه يمكن تحت ما طلعنا منيح. سمعت صوت؟ سمعتي بيرلا؟
والله سمعت صوت فوق. استني استني تعي تعي، والله سمعت صوت فوق، والله والله سمعت صوت شي يتحرك. معقول ولا اتخذت؟ ها شوفوا خطر لي انه يلا تعالوا ننزل على الطابق تحت نشوف اذا هو تحت. سمعت يكون بغرفتك، انا ما طلعت بغرفتك. وينك يا حسام؟ والله شكلي رح اخسر الالف دولار. وينه بابا ميلا؟ وقت طلعتوا لهون على الغرفة وين طلع هو؟ يونيتون نافي. يا سلام، والله ما استفدنا شيء من ميلا، ما يعرفاني وينه، شكله مغفلة ورايح ما يحس عليه. حديقة، روح الحديقة. لا ما هو بالحديقة لأنه أنا كنت هونيك قاعد. 10 دقايق يمكن ربحت هلا. ما عاد في 1000 دولار ولا ما في. رح ارجع انزل على الطابق الارضي بلكي فاتني شي مكان. هون نسيت اطلع هون. معقول اخذ نفس مكاني؟ لا اكيد ما نوب هالغباء، مستحيل يكون. ممكن يكون هون. ها كيف ما خطر لي افتح هاي؟ ما في اثر يا جماعه، ما في اثر. انا قبل شوي سمعت صوت بغرفه النوم وما لقيته، فبدي ارجع اطلع لفوق. تعالوا نرجع نطلع فوق. وين اختفى؟ ميلا انت متأكدة انه ما طلع لفوق؟ لا اشوف هون. والله اطلع 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 على اسلوب. ضحك حبس حالك شلون؟ يو شو هالمكان هاد؟ لا شو نفع هون؟ 1000 دولار. لا حبيبتي صار لك ربع ساعة عيرت. قول والله راحت عليك ال 1000 والله. لا يا ما صار لي 10 دقايق. يا الله أنا كيف بنسى موضوع الضو؟ يا الله الغباء. لا مو بسبب الضو. لك بسبب هي. هي كانت متحركة من مكانها وهيك نافرة كم سنتي لبرا. الضو ما كان مبين مثل عادة. والله يا هلا متغدي. في فرشة كمان. ايه في فرشة طبعا، حاطط فرشة واموري تمام رولا. المهم راحت الألف. لا لقيتك ولا ما لقيتك؟ اتفقنا بعشر دقايق، قلت لي اوكي. بس انت قلت المكان ما حدا بيحضره. انا خطأ مني اولا، ثانيا طولت اكثر من 10 دقايق. اوكي حضرتي برافو عليكي، بس ما في 1000 دولار. وقع الضوء من ايدي. كيف ما سمعتي؟ سمعت صوت. ورجعنا طلعنا، بس ما الغرفة صغيرة مبين ما في محل تتخبى فيه. هيك كانت صح هيك؟ ايه كانت هيك فارقة. احب اقول لكم انه ما تلعبوا هاي اللعبه ابدا بدون شخص كبير. انت كشت رولا، انت كشت شو هاد؟ تستاهل. ان شاء الله تكونوا حبيتوا فيديو اليوم يا جماعه، وانتظروا فيديوهات كثير حلوه وتحديات بتجنن، فلوجات بتجنن بالايام اللي جايه. واكتبوا لنا اذا حبيتوا الفيديو انه نعمل جزء ثاني ولا لا، لانه عندي اماكن للتخبايه لسه اخطر بكثير من هذا. هذا ولا سام؟ انا عندي مكان اخطر من مكانك، بس ما استخدمته اليوم لانه كانت معي بيرلا. معناتها معنا اوراق رابحه لجزء ثاني. ولا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا بالقناه. تابعوني على سناب شات حتى تشوفوا اليوميات، وصفات، تسوق، كل شيء كل شيء بيخطر على بالكم. وهلا صار لازم نودعكم ونقلكم حبكم كثير. باي.